بعد استمرار الفشل في تأليف الحكومة، هل تلجأ فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي إلى خطوات تصعيدية؟ وهل اقتربت العقوبات من أن تصبح واقعاً أم أنها ستبقى حبراً على ورق؟ ما هي حقيقة الكلام عن حكومة انتقالية؟ من هم رجالاتها؟ وهل يمكن فرضها في لبنان في ظل موازين القوى الحالية؟ بين زيارة ديفيد هيل لبنان ولقاءات الحريري في موسكو واجتماع الاتحاد الأوروبي الاثنين 19 نيسان، هل من جامع مشترك؟ إلى أين سيقود العجز؟ عنوان حلقة صوت الناس مع ماريو عبود، ويستضيف الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو، العميد المتقاعد خليل الحلو، الصحفي فادي بوديا. صوت الناس الثلاثاء خلال شهر رمضان المبارك، 1:30 بعد منتصف الليل على الـ LBCI، 9:30 مساء على صوت بيروت انترناشنال.